السلام عليكم واهلا بيكم في قناه كروشيه كافيه. النهارده هنشوف كروشيه النعل بخيط الكليم، وان شاء الله هنطبق عليه في الفيديو اللي جاي، وهنعمل سليبر للبيت بخيط الكليم لان انتوا طلبتوه مني اكتر من مره. كروشيه النعل اللي هنشوفه هيبقى بمقاس نسائي اللي هو في الاحذيه من 38 ل 39، بس طبعا زي ما تعودتوا مني هوضح لكم بطريقه اساسيه ومبسطه جدا ازاي تعملوه باي مقاس ولاي شخص، والطريقه دي هتنجح معاكم جدا. ولو حابه تعرفي كروشيه النعل بالخيوط العاديه، فانا قدمت اكتر من فيديو قبل كده لكروشيه النعل وازاي كمان بندعمه ونضيف له نعل خارجي، وهتلاقوا اللينكات في صندوق الوصف واول تعليق. الادوات اللي هنحتاجها طبعا خيط كليم، وانا بالنسبه لي هستخدم معاه ابره كروشيه مقاس 6 ملي، بس طبعا مقاس الابره بيختلف على حسب سمك خيط الكليم، لان زي ما احنا عارفين الكليم مش بيبقى ستاندر، يعني ملوش سمك ثابت، فاحيانا ممكن تستخدمي معاه ابره مقاس 7 او 8 او 9 ملي. فايا كان انت استخدمي ابره الكروشيه اللي تشوفيها مناسبه على حسب سمك خيط الكليم المتوفر عندك. جميع الخيوط والادوات اللي بشتغل بيها في فيديوهاتي متوفره عندنا في شركه الفجر، تقدروا تطلبوا منها باي كميه سواء قطاعي او جمله عن طريق التواصل على رقم الواتساب الظاهر على الشاشه. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا شغلنا بعمل 18 سلسله، وهقول لكم دلوقتي على اي اساس بتحددوا عدد السلاسل لكل حاجه، بس تعالوا الاول نشوف الخطوات. هنسيب يعني شويه كده مسافه كافيه من الخيط، وهنعمل عقده البدايه ونبدا نشتغل 18 سلسله. واحد، دلوقتي انا خلصت 18 سلسله. عشان نحدد العدد المطلوب للسلاسل، بنبدأ ان احنا نقيس النعل من عند بداية الاصابع لحد نهاية الكعب. طبعا ممكن انت بتقيسي على الشخص نفسه، او ممكن انت بتقيسي مثلا على اي سليبر عنده وبتشوفي طول النعل قد ايه. فانا بالنسبة للسليبر اللي انا بعمله، مفروض مثلا طول النعل بيتراوح من 24 ل 25 سنتي تقريبا. فبنبدأ ان احنا نعمل سلسلة، والمهم كمان هي تكون من عدد زوجي، ويكون طول السلسلة دي اقل من طول النعل بحوالي تقريبا 10 او 9 سنتي. فانا هنا عملت 18 سلسلة، وبالنسبة لسمك الخيط ومقاس الابرة اللي انا بشتغل بيه، فطول السلسلة حوالي تقريبا 16 سنتي. طبعا هم المفروض ان هم يكونوا 15، بس مثلا لو زادوا سنتي او حاجه مفيش مشكله، لانه عشان اوصلهم ل 15 سنتي فلازم ان انا اشيل سلسله وعدد السلاسل يبقى 17، بس زي ما قلت لكم انا لازم ابدا بعدد زوجي من السلاسل. فانا هنا بالنسبه للمقاس اللي بعمله طول السلسله 16 سنتي، اقل من الطول المطلوب بحوالي 9 او 10 سنتي، وعدد السلاسل وصل ل 18 سلسله. بعد ما بنشتغل العدد المطلوب من السلاسل، بنزود عليهم في الاخر خالص سلسله واحده بس للارتفاع. فالسلسله دي ملهاش اي علاقه خالص بالعدد، دي سلسله واحده بس بنزودها للارتفاع عشان نبدا شغلنا. وهروح على السلسله الاولى من ال 18 وهشتغل غرزه حشو. دي هتبقى غرزة الحشو رقم واحد، وبرضو عشان الناس المبتدئين واللي بيتلخبطوا دايما علموا اول غرزة في بداية الراوند، عشان برضو تبقى كل الخطوات واضحة قدامكم. دي كده الغرزة رقم واحد، بعديها اتنين، وهكمل عادي خالص في كل غرزة او في كل سلسلة بشتغل غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لنهاية السلسلة، والمفروض طبعا بيبقى عندي 18 غرزة حشو. قربت على نهاية السطر، دي الغرزة رقم 17. مهم جدا جدا نعد الغرز طول ما احنا بنشتغل، وانا ماشية معاكم خطوة بخطوة وبقول كل التفاصيل عشان برضو الناس اللي هي لسه مبتدئة. وفضل عندي اخر اتنين سلسلة، وعايز اقول برضو عشان الشغل بتاعنا نحاول نقلل شوية ان هو يبقى معوج كده مننا، لان ده طبيعي. فلما نيجي نشتغل الغرزة، الغرزة تبقى مرتاحة، يعني مثلا ما نشتغلش ونضايق ايدينا قوي كده، لا نخلي الغرزة تبقى واخدة مساحتها. فبنشتغل بالطريقة دي كده، بنمر داخل الغرزة وبنرفع الإبرة لفوق بحيث الخيط يبقى ظاهر كده ومرتاح قدامنا، ونبدأ نسحب الغرزة. فدي كده رقم 17، وهنا الغرزة الأخيرة رقم 18. كده بقى عندي 18 غرزة حشو. باجي هنا بقى
واشتغل تزايد. ممكن ان انا اشتغل تزايد في الغرزه الاخيره، بشتغل غرزتين حشو، او انا بفضل ان احنا ممكن نشتغل في السلسله عشان هنا ما يبقاش في يعني جاب كده او فجوه او فراغ واضح قوي، فعشان نعمل تزايد فبنعمله في السلسله. فخلاص بقى بننسى الغرزه رقم 18 وببدا ان انا اروح كده عند عقده البدايه، شايفين هنا، وامر هنا داخل الفراغ ده عقدة البداية زي ما وضحت، وبشتغل هنا تزايد غرزة حشو وكمان غرزة حشو. هعلم برضو معاكم التزايد عشان تبقى الخطوات كلها واضحة من تبقى واضحة قدامكم. فهنا دي الغرزة رقم 18، وبعدين اشتغلت تزايد غرزتين حشو في عقدة البداية، وببدأ طبعا اضم الخيط، وهبدأ بقى انقل على الجهة المقابلة. وزي ما اشتغلت هنا 18 غرزة حشو، بشتغل في الجهة المقابلة برضو 18 غرزة حشو. فدي هنا عندي اول غرزة، طبعا برضو بعد الغرز طول ما انا بشتغل، وباخد معايا خيط البداية واحد، بعديها اتنين، وبكمل لحد ما اوصل لنهاية السطر، واتأكد ان انا عندي 18 غرزة حشو. قربت على نهاية السطر، وزي ما وضحت مهم جدا جدا بنعد الغرز طول ما احنا بنشتغل. فهنا دول عندي غرزتين التزايد، التزايد بيبدأ من اول هنا، واحد اتنين، خلاص دول ملناش دعوة بيهم، بنبدأ نعد من اول هنا، اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر سبعتاشر، وهنا الغرزة رقم 18. ماشيين مع بعض خطوة بخطوة عشان الناس اللي لسه بتتعلم. زي ما اشتغلت هنا تزايد في الجهة دي، فلازم هنا برضو في الجهة المقابلة اشتغل تزايد، وبرضو ممكن انا اشتغله في الغرزة الاخيرة، او ممكن انا اشتغله هنا، ده اللي هو ارتفاع السلسلة اللي احنا بدأنا بيه، فممكن احنا كمان نشتغل هنا عشان برضو نقلل من الفراغ. فده كده اول تزايد، وفي نفس الفراغ بشتغل كمان غرزة حشو. فكده برضو عندي في الجهة المقابلة في غرزتين حشو اللي هم بتوع التزايد، وبرضو بنعلمهم. انا هتلاحظوا ان انا بعلم كتير بس عشان تبقوا فاهمين الخطوات للناس اللي لسه بادئه. انا كده خلاص خلصت راوند رقم واحد، وده شكل الشغل عندي. ده هنا التزايد اللي فيه المقدمة، ده هيبقى الجزء الامامي من النعل، وده هنا الجزء الخلفي منطقة الكاب، ده هنا التزايد الاخير اللي احنا عملناه، ودي هنا اول غرزة في بداية راوند رقم اتنين. احنا مش هنقفل بمنزلقة وهنشتغل في حلقات متصلة، فمش هقفل بمنزلقة وهروح على طول وابدأ في راوند رقم اتنين. هشيل العلامة من اول غرزة، وكل اللي هعمله انه هشتغل في ال 18 غرزة اللي هما الاساسيين الموجودين عندي هنا. فهبدأ هشتغل غرزة حشو واحدة بس كده، واحد، برضو هعلم عشان ابقى عارفة بداية الراوند واحد. طبعا انتوا مش هتحتاجوا، لو انتوا متعودين على الشغل مش هتحتاجوا العلامات دي كلها، انا بس زي ما قلتلكم بوضح عشان الناس اللي لسه بادئه. واحد اتنين، وهعد لحد ما اوصل للغرزة رقم 18. وصلت للغرزة رقم 18. طبعا زي ما وضحت الخطوات دي هتفضل ثابته معانا في اي مقاس بنعمله، فانا بالنسبه لي هنا العدد 18، انت بقى على حسب عدد السلسلة اللي بدات بيها هيبقوا 16 او 12 او ايا كان المقاس اللي انت بتعمليه. فانا هنا في الغرزة رقم 18، ودي هنا اول غرزة من غرزتين التزايد اللي هنا في الجزء الامامي، ففي كل غرزة منهم هشتغل تزايد. فهبدا اشيل علامة، هروح على اول غرزة وهشتغل تزايد غرزتين حشو في نفس الغرزة كده، واحد اتنين، هعلم اول غرزة من التزايد، اروح على اللي بعدها وغرزتين حشو، فكده غرزتين الحشو بقوا اربعة للجزء الامامي. كده خلاص الجزء ده اللي هو فيه التزايد، واحد اتنين تلاتة اربعة. هنا بقى في عندي التمنتاشر، هبدأ ان انا اشتغل
لحد ما اوصل لبداية التزايد في الجهة المقابلة. فهبدأ من هنا اعد، خلاص خلصت التزايد، ببدأ كده 1 2 واكمل لحد الغرزة رقم 18، وبعدها مفروض هيبدأ عندي غرز التزايد. الغرزة 18 طبعا لو انت ماشية معايا بالظبط بنفس الخطوات وبتعلمي الغرز، هتلاقي ان الاعداد ماشية معاكي صحيحة وبنفس الخطوات اللي انا شرحتها بالظبط. فهنا عندي التزايد اللي هم 4 غرز، 2 4، خلاص التزايد بيقف لحد هنا زي ما ضحت. ببدأ من هنا اعد 2 4 6 8 10 12 14 16 18، وهنا في عندي اول غرزة في بداية التزايد. طبعا زي ما اشتغلت هنا فهنا في غرزتين التزايد، ماليش دعوة دي هنا الغرزة اللي هي في بداية الراوند ماليش دعوة بيها، هبدأ اركز على الغرزتين اللي بيبدأوا من اول هنا، وطبعا برضو هشتغل فيهم تزايد في كل غرزة عشان انهي الراوند، ومنطقة النعل يبقى فيها تزايد او منطقة الكعب يبقى فيها تزايد زي الجزء الامامي. كده خلاص نهاية الراوند بالتزايد، وده شكل راوند 2. نبدأ راوند رقم 3 والاخير، وهو ده بقى خلاص اللي هيحدد لنا الشكل النهائي للنعل. هنقسم الغرز الموجودة عندنا زي ما شفنا، انا هنا بادئة ب 18 سلسلة، فهقسمهم لنصين متساويين هيبقوا 9 و9، 9 للجزء الخلفي و9 للجزء الامامي، وهنا برضو في الجهة المقابلة هيبقوا 9 و9. فانت برضو هتمشي على نفس الخطوات ايا كان العدد اللي انت بتعمليه، مثلا بدأتي ب16 فهيبقوا 8 و8، بدأتي ب20 فهيبقوا 10 و10 وهكذا، نص العدد للجزء الخلفي ونص العدد للجزء الامامي. هنبدأ برضو نشتغل بالظبط بنفس الخطوات اللي هنشوفها دلوقتي في اي عدد بنعمله. دي هنا عندي الغرزة رقم 1 من 9 للجزء الخلفي، فهبدأ اشتغل برضو بغرزة الحشو. بس لو انت بتعملي السليبر ده او النعل ده لمقاس رجالي، فممكن انت تشتغلي هنا في الجزء الخلفي بغرزة النص عمود عشان تدي حجم اعرض للجزء الخلفي. فهبدأ هنا اعد 1، دي كده الغرزة رقم 1 من 9 للجزء الخلفي، 1 2. انا كده خلصت التسع غرز بغرزة الحشو للجزء الخلفي. المفروض هنا برضو عندي قبل التزايد في 9 للجزء الامامي، فلو عدينا كده 2 4 6 8 9، ودي هنا عندي اول غرزة من التزايد. نخلي بالنا لو انت بتعدي الغرز فده هيبقى تسلسل الاعداد عندك، وبنصح برضو ان انت ايا كان المقاس اللي بتعمليه اتدربي معايا الاول على نفس عدد السلاسل لحد ما تتقني الشغل اكتر والخطوات تطلع معاكي صحيحه، بعد كده اعملي عدد السلاسل اللي انت عاوزاه. هبدا انقل على الجزء الامامي، والجزء الامامي هيبقى بغرزه العمود بلفه، بس عشان ندي تدريجه كده شويه قبل ما نعرض الجزء ده، فهناخد بس اول غرزتين هيبقوا بغرزة النص عمود. فدي اول غرزة من 9 1، واللي بعدها 2. الخطوات دي ثابتة في اي مقاس بنعمله. بعد كده هنقل على العمود بلفة، وتلاتة اربعة. انا هنا وقفت عند الغرزة رقم 8 لان الغرزة رقم 9 اللي هي قبل التزايد هشتغل فيها تزايد، فهنا في عندي الغرزة اللي قبل التزايد هشتغل فيها، وهنا في عندي، فهيبقى هنا عندي غرزتين، هنا في عندي الاربع غرز هيبقوا 8، وكمان هشتغل في الغرزة اللي بعد التزايد، فهتبقى هنا في عندي الغرزة رقم 11 و12. فالمفروض يبقى عندي في الجزء ده 12 غرزة عمود بلفة، الغرزة اللي قبل التزايد والغرزة اللي بعده واربع غرز التزايد زي ما هنشوف دلوقتي. فهبدأ هنا في الغرزة رقم 9 اللي هي قبل التزايد، و1 2. هبدأ على اول غرزة من التزايد اللي بعده، والاربعة هيبقوا 8، فهكمل بعد برضو التزايد عشان ما تلخبطش. هنا 3 و4، اللي بعدها 5 و6، اللي بعدها 7 و8، واللي بعدها 9 و10. تمام. انا هنا المفروض بقى هنقل على
الغرزة رقم واحد من التسعة للجزء الأمامي. فزي ما اشتغلت هنا في الغرز اللي قبل التزايد، فهنا الغرزة رقم واحد من التسعة دي هتبقى الغرزة اللي بعد التزايد، وهكمل فيها الغرزة رقم 11 والغرزة رقم 12. دي الغرزة رقم واحد من التسعة للجزء الأمامي للجهة المقابلة. دي هنا خلاص الغرزة رقم واحد اشتغلت فيها تزايد، فالغرزة رقم اتنين هبدأ اشتغل غرزة عمود واحدة، اللي بعدها تلاتة، سبعة، وزي ما انا هنا اخدت غرزتين اشتغلتهم بالنص عمود، فلازم هنا برضو الغرزة رقم تمانية هتبقى نص عمود، والغرزة رقم تسعة نص عمود. فبقت عندي بالشكل ده كده. هنا المفروض اتفضل عندي تسع غرز للجزء الخلفي، اتنين اربعة ستة تمانية تسعة، ودي هنا بداية غرز التزايد. شايفين لما بنعد الشغل بتاعنا بيطلع كله صحيح. فهبدأ بقى انقل على غرزة الحشو، واحد اتنين، وصلت للغرزة رقم تمانية. هنا في عندي الغرزة رقم تسعة اللي هي قبل التزايد، فهكرر نفس الخطوات، وهيبقى عندي برضو اتناشر غرزة حشو. فهنا واحد اتنين وهنا اللي هي الغرزة اللي في بداية الراوند، عشان احنا مش بنقفل بمنزلقة، دي هتبقى الغرزة الأخيرة هشتغل فيها التزايد الأخير، هيبقى رقم 11 و 12. انا كده خلاص نهيت راوند رقم 3. لما بنشتغل التزايد الاخير هنبدا بقى ننهي الشغل، وبرده مش هنقفل بمنزلقه، هنشتغل او هننهي بالطريقه اللي احنا اتعلمناها قبل كده، هي انه بعد ما بنوصل للغرزه الاخيره بنبدا نقص الخيط كاننا عادي خالص هننهي الشغل. ابدا اسحب الحلقه لفوق كده زي ما بنهي الشغل عادي، وبفوت الغرزه الموجوده هنا اللي هي اول غرزه في بدايه الراوند اللي هي كان المفروض اقفل فيها بمنزلقه، بفوتها وبروح على الغرزه اللي بعدها، ومن هنا من ظهر الشغل ببدأ أمر أسفل الحلقتين وأسحب الخيط، وبعدين أرجع تاني عند الغرزة اللي أنا نهيت عندها الشغل، وأمر من الحلقة الخلفية وأسحب الخيط. فبقى عندي نهاية الراوند بالشكل ده كده، حرف الفي عندي متناسق كأن الغرز مكملة ومفيش أي أثر لنهاية الشغل. ده كده الشكل النهائي للنعل، ده هنا من منطقة الظهر. طبيعي انه الشغل هيبقى معوج لان ده خيط كليم، فطبيعي جدا كل ده هنظبطه في الاخر بالمكوى. المهم دلوقتي عاوزين نشوف المقاسات اللي احنا وصلنا لها بعد ما خلصنا. فلو قسنا هنا هنلاقي انه طول النعل 26 سنتي، زي ما قلت لكم يعني بيزيد تقريبا 10 سنتي بعد ما بنخلص الشغل. برضو هقول لكم العرض، يعني العرض تقريبا حوالي 9 سنتي، ولسه العرض هيزيد اكتر لما نشتغل الطبقة التانية. بعد كده بنعمل نعل تاني مطابق لنفس النعل الاول بالظبط، وبنبدأ ان احنا نضم النعلين على بعض ونوصلهم بغرزة المنزلقة. طبعا مفروض الخطوة دي مش بنعملها دلوقتي، لا احنا الاول مفروض بنعمل الوش وبعدين بنوصل بالمنزلقة النعلين مع بعض، واحنا بنثبت الوش اللي هو طبعا الوش بتاع السليبر. بس ان شاء الله كل الخطوات دي هنشوفها في الفيديو اللي جاي. انا بس حبيت ان انا اعرض لكم الشكل العام للنعل لما الجزئين او القطعتين بيتضموا فوق بعض، ده طبعا بيخلي النعل يبقى تقيل ومتماسك اكتر. وتابعوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، ان شاء الله اول ما الفيديو ينزل هتلاقوه معروض هنا على الشاشة، وكمان هيبقى في صندوق الوصف.